كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا وينضم لنا طبيب الفريق الدكتور سامح ظلام. كان كابتن محمد مصلحي بيقول فيك شعر وبيقول ان حضرتك من اكتر الناس اللي شغاله معاه، يعني تقول على البطوله النهارده ومجهودك وكل مجهود الجهاز. الاول الف مبروك للنادي الاهلي العظيم ولجمهوره، وكابتن محمد مصلحي فعلا من احسن الشخصيات اللي انا اشتغلت معاها. الف مبروك، والف مبروك يا كابتن هيثم وكل الافاضل اللي مع حضرتك. والحقيقه الفرقه كلها واللعيبه كانوا على قد المستوى وكانوا طول الوقت ملتزمين ورجاله، عشان كده الجهاز الطبي مهمته نجحت. فالحمد لله رب العالمين على البطوله. ان شاء الله دي بطوله في اول الموسم مهمه جدا، ان شاء الله كل البطولات الموسم دوت باذن الله تبقى من نصيبنا باذن الله. دكتور، يمكن ضغط مباريات وداخلين على بطوله عربيه بعد ضغط مباريات في الدوري وبطوله السوبر، الفتره الجايه تعاملوا ازاي مع اللاعبين؟ طمنا على الفريق بشكل عام. الحمد لله نسأل ربنا التوفيق ان احنا نكمل كويس، لكن احنا الحمد لله الجهاز متكامل بفضل الله، وهنعمل ريكفري من بكره ان شاء الله ومستعدين للبطوله، والحمد لله كل وسائل الاستشفاء او اي ما فيش حاجه ناقصانا بفضل الله. باذن الله نوعد الجمهور ان احنا نبذل اقصى جهد كجهاز طبي علشان ربنا يكرمنا ونفوز بكل البطولات اللي جايه، ونساعد كابتن ميدو والفرقه في ان هم يبقى كل عناصر الفرقه جاهزه طول الوقت. شكرا يا دكتور، بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله.